ده يمكن برضو سيادتك المشروعات القومية للاستزراع السمكي، يمكن عندنا المشروع الفيروز 18,000 طن سنويا، ده الطاقة بتاعته. عندنا برضو غليون المدينة الصناعية المتكاملة السمكية حوالي 7,000 طن. عندنا مشروع قناة السويس للاستزراع السمكي 1,800 طن. عندنا برضو مشروع الديبة للاستزراع السمكي، ده متخصص في الجمبري. المشروعات دي كلها دي من ضمن الانتاجيه بتاعتها، ده يمكن اللي ساهمت في زياده موقعنا واحتلالنا الموقع زي ما سيادتك هتشوف في الثروه السمكيه. يمكن برضو كان الحته اللي سيادتك قلت عليها مساله الصيد الجائر، وبرضو ان احنا نحاول نزود وننمي الانتاجيه، يمكن احنا لاول مره عشان برضو الصيد الجائر من البواغيز والزريعة في مداخل البحيرات مع البحار، يمكن أنشأنا لأول مرة مفرخين بينتجوا زريعة لتنمية الاستزراع السمكي من المياه المالحة. عندنا واحد في بورسعيد وعندنا واحد في محافظة اسكندرية، ودول يعني يعتبروا شغالين دلوقتي وبدأوا يخشوا الانتاج ده لتدعيم، لأن كان هناك دائما التوسع في بعض الأماكن للاستزراع السمكي على المياه المالحة، فاحنا عملنا لهم هذه الكذا. برضو زي ما سيادتك قلت دلوقتي ان احنا عايزين ننمي الثروة السمكية في البحيرات او في المياه العذبة زي بحيرة السد العالي او نهر النيل او البحيرات، فاحنا برضو كان سيادتك وجهت ان احنا نطور المفرخات اللي عندنا في جنوب الصعيد زي مفرخ صحاري وجرفي حسين وتشكى، وده فعلا بدأنا فيه التطوير بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واعتقد يمكن واحد او اثنين يعني في مراحلهم النهائية وان شاء الله يخشوا الانتاج، هيأدوا بقى الى زيادة نلقي الزريعة في البحيرة السد العالي. الكلام ده كان موجود قبل كده، الكلام ده ولا انا بقول دول كانوا موجودين قبل كده، ولكن ايد الاهمال خلال السنين اللي فاتت خرجتهم بره الايه؟ الخدمه، بره الخدمه، عشان رجعهم بره الخدمه ثانيه. مش مهم الفلوس اللي بندفعها، لكن انا بتكلم قد ايه ان كان في البلد في مقومات كويسه لو كانت في يعني من جانب المسؤولين متابعه وايضا ضخ اموال. وانا هنا هتوقف عند نقطه، يعني كانت الفكره بتاعت بحيره ناصر لو نفتكر انها كانت دايما بتقدم انواع من الاسماك باسعار معقوله جدا او يمكن منخفضه جدا. صح. طب يا ترى لما اتعمل ده، الفكره دي انها تمشي بالطريقه ديت، نجحت انه اديها رخيصه، البعد الاقتصادي في المشروع ما يتحطش في الاعتبار، او جزء منه يبقى موجود معنا القطاع الخاص فيه عشان ينظم ويدير ويحافظ على كفاءة المنشآت. النهاردة كل الحاجات اللي كانت موجودة دي خرجت بره الخدمة وعادة تعمل من جديد، إذا كان مصانع التلج اللي كانت موجودة أو مصانع التعليب، صح كده؟ صح. أنا بقول لك كده عشان الناس تبقى عارفة إنك أنت لما تفكر إنك أنت تقول إيه، يعني كان دايما المسؤولين وهم بيعرضوا يقول لك إيه، إحنا إن شاء الله فنم هنطلع إنتاج، والإنتاج ده تمنه تكلفته إيه؟ 20 جنيه بسيط يعني. يا سيدي أنت بتقول كده ليه؟ ما تطلع الموضوع مظبوط وبيعه مظبوط عشان تكمله، بدل ما تخرجوا بعد 5-6 سنين مريم. الحاجه اللي انتوا عملتوها دي بالملايين والمليارات يمكن تخرج بره الخدمه، ونبقى نخسر قدراتنا الذاتيه اللي موجوده في الموضوع.